السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله. النهاردة معانا فيديو حلو كده ما شاء الله. هنعمل طبعا الرز الصيادية يا حبايبي، هنعمله معاكم اهوت يا حبايبي. انا عملت البصل وحمرتها على النار طبعا، ومسكتها ضربتها في الخلاط جامد بالشكل ده، ضربتها في الخلاط. وعملت كمان يا حبايبي العجينة ديت، الكوبيبة بتاعت السمك ما شاء الله عليها، كوبة السمك ديت. عملت الرز وطبعا شبت وكزبرة وحطيت عليه السمك، كله كده عملته في المفرمة ما شاء الله عليها. انا هعجنها يا حبايبي معاكم دلوقتي واعملها وياكم على النار كده. وطبعا الرز معانا اهوت يا حبايبي، هنزل عليه دي ده الحبايبي بصل دي، انا مسكته حمرته على النار ومسكته كله ضربته كده في الخلاط. هنقلبه بقى مع الرز كده يا حبايبي. صيادية السمك ديت يا حبايبي، او الرز الصيادية يا حبايبي، طبعا بيتباع في المحلات غالي اوي. فانا النهارده قلت اعمل معاكم فيديو كده جميل معاكم ما شاء الله عليه، واطيبه على النار واوريهولكم في الاخر اهوت يا حبايبي. هنزل عليه كمان بالشوربه بتاعت السمك اللي انا خليت فيها السمك. اهوت يا حبايبي، طبعا حطيت الرز على النار كده وحطيت له شوربه من بتاعه السمك اهي ما شاء الله عليه. الشوربه ديت يا حبايبي عباره عن ان هو البصل اللي احنا حمرناه على النار، انا حمرته على النار كلته لحد ما اغمقه معاني، ومسكته ايه كلته عملته في الخلاط ده. طبعا بنعمل منه رز الصياديه وهنعمل منه الكوبيبه، وعملنا منه السمك ما شاء الله يا حبايبي اهويكم على النار اهو. ده سمك قرانيط انا حطيته على النار معاكم اهو، طبعا سايباه لحد ما يستوي. وطبعا احنا هنحط الملح ونحط نكمل العجوه بتاعت الرز. ملح خفيف علشان الشوربه فيها طبعا ملح. هسيبه يا حبايبي لحد ما يستوي وارجع اوريه لكم تاني كده يا حبايبي. معانا الكوبيبه هنعجنها وياكم اهي. حطيت عليها يا حبايبي اهي شويه من الكربونات وكده، قيمه نص معلقه. هنحط عليها طبعا من البصل المحمر ده يا حبايبي اللي انا ضربه في الخلاط، عشان انا عايزه العجينه مش عايزاها خضره، هتكون معانا كده لونها ما شاء الله عليه كده. انا هعجنها معاكم اهو بالشكل ده. حبيبي ما شاء الله معانا كده، شايفين الرز يا حبيبي بعد ما استوى معانا بالشكل ده، الله الله عليه كده ما شاء الله. شايفين بقلبه اهو يا حبيبي. ده طبعا رز الصياديه اللي بنشتريه من بره من محلات باغلى الفلوس اهو يا حبيبي. وده يا حبيبي الكبوبه معانا اهي، طبعا انا بسويها لسه اهي على النار، ما استواتش معانا اهي يا حبايبي. شايفين ما شاء الله لحد ما تستوي يا حبايبي كده هي والرز يكمل سواه ويانا، وارجع اوريهم لكم تاني ما شاء الله يا حبايبي. شايفين الرز بعد ما عملناه معانا ما شاء الله، بعد ما طيبنا الرز يا حبايبي، ده رز الصيادية ما شاء الله. دي معانا الكوبيبة، ده معانا السمك القراميط، معانا الشوربة بتاعتي. يا ريت اللي عجبكم الفيديو يا حبايبي تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.